السلام عليكم. كنقدم نفسي زينب عبد الحق. الحمد لله يسر لي الله ونجحت في الباك، وكان اول مره هذه اللي دوزتو بعد 51 سنه ديال الابتعاد عن الدراسه. وكان في الصغر ديالي كان عندي حلم باش نشد الباك. من بعد منين كونت اسره وتديت مع وليداتي وتبارك الله كبروا الوليدات وتزوجوا، وجا الوقت الثالث ودخلت للميدان التدريب والكوتشينغ. دخلت ليه وفي التدريب والكوتشينغ كاين هذا الشيء عنده علاقه بالتطوير الذات بالانسان، وبغيت نتوج هاد الدورات اللي درت بغيت نتوجهم بتعليم اكاديمي. والتعليم الاكاديمي ما يمكن لك شيء تدخل ليه الا ما كانش عندك الباك. كان الباك هو الوسيله اللي يمكن لي ندخل بها للجامعه باش ناخذ هذا التعليم الاكاديمي نتوج به التدريب اللي عندي. وقتاش بدات الفكره تقريبا هذه شي عامين ولا ثلاثه، كنحفز نفسي ونحفز الرفيقات اللي معايا باش نديروا الباك، وكنقول هذا العام نديروا الباك ما كيكسبش، هذا العام نديروا. كانت اليوم هذا العام صافي قلنا صافي هديه نبداو نجمعوا راسنا ونديروا الباك. والحمد لله غير هي منين دخلت الباك ماشي ساهل الباك نهائيا، يعني ما ساهل شيء. الله يعاون الشباب اللي كيدوز الباك، الله يعاونهم والله يقدر والديهم يساندوهم في ديك الفتره. ان شاء الله هذاك الشيء علاش درت الباك. هنا بالنسبه لي انا العمر انا كان بالنسبه لي العمر هي واحد الحاجه بيولوجيه غاديه ما كتعرفهاش وقتاش توقف. داك الشيء باش انا مثلا التجأت الباك مثلا تبارك الله انا عندي دابا 68 عام وغادي راه قربت 69 عام. علم النفس ان شاء الله، علم النفس ان شاء الله على اساس ما ضمناش راسي مثلا من قال نعيش حتى 100 عام، دونك هاد 30 عام اللي جايه اش غندير فيها؟ دونك الانسان العلم ما كيتحبش، العلم كنشجعهم على الانسان الى مثلا بغى شي حاجه يوصل ليها يشوف الامكانيه الوصول. مثلا بحال دابا انا كانت الامكانيه الوصول هي الباك، يعني من غير الباك راه ما يمكنليش نوصل. دونك هنا كل انسان عنده واحد الهدف يشوف كيفيه الوصول. وتبارك الله تجربه الباك كي دوزتها انا فيها متعه وعالم اخر وكتضيف لك بزاف الحوايج. والحمد لله اللي داز بخير وعلى خير لان ما ساهلش، والله ينجح الجميع. وشكرا لكم، الله يحفظكم.